كل انت حال. عيد الحب بقى هتلاقي معظم الشباب ايه بقى، الجل والسشواره والجو والدباديب هتغرق الشوارع النهارده. هي اوريدي على فكره انا وانا جايه لقيت بعض المشاهد. يا من الصبح انت جايه الساعه 7 الصبح والله حد بقى عامل سربرايز يعني. لا شفت يعني، شفت اولا واحد حاطط بلالين في عربيته، ده كان على المحور وانا جايه، وواحد تاني في شارع لبنان كان ماسك هديه اوريدي ملفوفه وبتاع، فواضح ان في مشاهد بدات من دلوقتي. بس دي حاجه على فكره، عايز اقول لك على حاجه. في ناس كتير اكيد احنا بنسمع النقطه دي، يقول لك يا عم عيد حب ايه يعني مش مهم. لا انا بحس الناس دي بتهرب من حاجه. يعني ايه المشكله لما انت يوم بتحتفل بيه؟ يعني مش حاجه تقلل منك ولا تخليك حد خفيف مثلا. على فكره برضو مش لازم تكون بتعبر يوم عيد الحب لشخص معين، انت ممكن تعبر لاهلك، تعبر لناس وقفوا جنبك في شدائد ليك في شده، ناس بتحبهم من قلبك كاصدقاء، ملهاش علاقه بس بشخص بتحبه او زوج ليك او زوجه ليك. يعني ده عيد الحب، الحب مش مقتصر بس على اللي هو البارتنر، لا ممكن اي حد. فخلينا ننبسط، خلينا نفرح، نجيب لبعض هدايا، ايه المشكلة يعني؟